والآن موعد أخبار الطقس مرة أخيرة مع زميلة غادة رغدة أبو الليلة. شكرا لكم ميرفت المليجي ويسر عبد الستار. والآن مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، فيما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء. هذه هي درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. نبدأ بالقاهرة 36-25 الطقس حار، الإسكندرية 31-25، مطروح 30-23 الطقس حار، بورسعيد 31-25، الإسماعيلية 36-23. ننتقل إلى السويس 35-24، العريش 32-24، طابة 35-24، شرم الشيخ 39-30، الغردقة 39-31. بالنسبة للأقصر 41-30 الطقس هناك شديد الحرارة، أسوان 41-30، الوادي الجديد 42-27، شلاتين 38-28، أخيرا حلايب 34-26. والآن مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية وأيضا العالمية.